إلى المغرب، حيث قتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات جارفة بجنوبي البلاد نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكثرة على ضواحي إقليم تارودانت. وذكرت السلطات المحلية أنها تبحث بمساعدة السكان المحليين عن ناجين محتملين. وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم في إطار دوري محلي للهواة قبل أن يجرف فيضان الملعب وسط صراخ الأهالي.